إن شاء الله بكرة بتاريخ 6/1/2018 هو راح يتم تنفيذ الجزء الثاني من تطبيق القانون 20 لسنة 2015 الخاص في الخدمة الوطنية العسكرية. وإحنا إن شاء الله بكرة الساعة 7:30 راح نبدأ باستقبال أول دفعة من المكلفين المطلوبين للخدمة اللي أتموا وأنهوا الفحص أو إجراءات الفحص الأولية والتسجيل واللي ظهرت نتائجهم. وإحنا طبعا العدد اللي عندنا للفحص أكثر من العدد هذا منتظرين نتائج إن شاء الله تقريبا حول 350 واحد اللي منتظرين أيضا نتائجهم، لكن إن شاء الله اللي جاهزين بكرة راح يدشون. وطبعا بالنسبة للعقوبات التخلف في كل مرحلة، إحنا بينا بالسابق في كل مرحلة في لها عقوبات. مرحلة التسجيل انتهت، واللي تخلف عن التسجيل بعد شهرين من المدة القانونية هذا يتحول للتحقيقات. الآن بالنسبة للناس اللي كانت ملتزمة معانا والحمد لله الفترة اللي فاتت، مرحلة الدخول أي واحد تخلف عن كل مرحلة، تخلف شهر راح يضاف له شهر، شهرين راح يضاف لك شهرين، إلى أن نصل لخمس أشهر تخلف. بعد هذه المرحلة راح يدش أيضا من ضمن التهم الجنائية ويتحول للمحكمة، وفيها غرامات قد تصل ل5000 دينار أيضا، والسجن قد تصل لسنتين أو 3 سنوات. نعم أستاذي، أخبرني ما هي الفصول التي ستتكون منها مدة الالتحاق من دورات نظرية وتدريبات كذلك عسكرية؟ إحنا إن شاء الله في المرحلة الأولى اللي هي المرحلة العامة اللي نسميها الفعلية اللي راح يدخلونها لمدة سنة كاملة ميلادية كاملة، تنقسم لقسمين. أول 4 أشهر هي المرحلة التدريبية التأهيلية. في هذه المرحلة إن شاء الله تقريبا 40% منها تدريبات عسكرية و 60% منها تدريبات أو محاضرات نظرية عسكرية خاصة بالخدمة الوطنية عن تاريخ الكويت والتربية والأمن العسكري والانضباط العسكري والتربية الدينية، هذه كلها إن شاء الله والقانون كلها راح تخللها من ضمن 60%. بالإضافة إلى الإخوان المشكورين من التعليم التطبيقي أيضا راح يساهمون ويانا في المحاضرات اللي تخدم الشباب الكويتي للتحويل لجزء كبير منهم للنواحي العملية. نعم. إن كان كهرباء، ميكانيكا، نجارة، اللي تأخذ تغطي معانا الفترة 4 أشهر القصيرة. نعم. في المرحلة الثانية إن شاء الله 8 أشهر راح ينتقلون لوحدات أو معسكرات خاصة فيهم كمجندين، وأيضا راح نتخللها تدريبات عسكرية ومحاضرات من التعليم التطبيقي اللي فيها أيضا فائدة للمجتمع الكويتي للكويت أيضا، لتأهيل الشباب في الدورات اللي تحتاج مثل 4 أشهر 5 أشهر أيضا راح يأخذون فيها حصص هناك إن شاء الله. نعم، اللواء ركن إبراهيم، هناك تساؤل يدور في هل ستكون هناك خلال الأشهر 8 التالية من فترة الخدمة رواتب أو مكافآت مالية للمكلفين؟ هو حسب القانون خصص مكافأة حسب مستوى التعليمي لكل شخص بما يعادل الرتبة اللي تناسب شهادته المربوط الأول خلال فترة الخدمة السنة كاملة، فترة التدريب وفترة العمل يستلم مكافأة. بالإضافة إلى أن القانون راح يعطيه بدلات، لو إنسان تخصص في عمل معين عندنا في القوات المسلحة يأخذ بدل العسكري، هو راح يأخذ نفس العسكري، لأن القانون ألزمنا يعامل هذا المجند معاملة العسكري خلال الخدمة. صحيح. فأي بدل يستلمه العسكري راح يستلم المجند إن شاء الله بالإضافة لمكافأته إن شاء الله. إذن كل الشكر لك اللواء الركن إبراهيم العميري رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، شكرا لك. شكرا لك.